ومن أخبار الطقس مشاهدينا الكرام، يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس غدا الخميس ربيعيا معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائلا للحرارة على شمال الصعيد، حارا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، باردا في فترات الليل والصباح الباكر على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، لطيفا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. وهذه درجات الحرارة متوقعة غدا على بعض المدن والمحافظات وعدد من العواصم العربية والعالمية.